وتنضم إلينا من القاهرة محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد الحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أماني، بعد التحية، تشهد الأسواق تقلبات واضحة على مؤشر الدولار الأمريكي مقابل عملات رئيسية، هل سيستمر التراجع في الدولار في ظل ترقب باهتمام كبير لبيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر اليوم؟ صباح الخير. صباحا. طبعا الدولار الامريكي الان يعاني من تقلبات قويه منذ بدايه التداولات الاسبوعيه. الان مؤشر الدولار الذي يقيس قيمه العمله مقابل 6 عملات اصبح يستقر بالقرب من مستويات ال 110 مع انتظار بيانات اقتصاديه هامه في الولايات المتحده الامريكيه اليوم الخميس، حيث تترقب الاسواق بيانات يعني اسعار المستهلكين او بيانات التضخم، والتي ستكون الفيصل بالفعل في تحركات الدولار الامريكي الفترة المقبلة. فإذا جاءت التوقعات أو إذا جاء بيانات التضخم أكثر من المتوقع وأعلى من مستويات 8% على أساس سنوي، فقد يصبح هذا نزيما قويا على أن الفيدرالي الأمريكي يعني قد يشدد وتيرة السياسة النقدية بشكل أسرع في الفترة المقبلة، واحتمالات رفع الفائدة بواقع 75 نقطة أساس ستلوح في الأفق، وهو ما سيدعم عودة ارتفاع الدولار الأمريكي من جديد. على الجانب الآخر، لو بالفعل أثبتت بيانات التضخم اليوم أن الفيدرالي الأمريكي ينجح في السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار، فستبدأ الأسواق نوعا ما تهدأ حيال رفع الفائدة في آخر اجتماع بواقع 50 نقطة أساس فقط وخلال عام 2023، وهو ما سيتسبب في نوعا ما تعافي أغلب العملات مقابل الدولار الأمريكي. الآن مع الترقب لبيانات التضخم نوعا ما هناك يعني أسواق مسعرة بشكل متشتت جدا، 56% لصالح رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر، والباقي في 75 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. وبالتالي يعني اليوم بيانات التضخم وبمجرد صدورها قد تشهد الأسواق العالمية تقلبات قوية، وقد نرى تقلبات واضحة للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات بناء على البيانات التي ستصدر اليوم. نعم أماني، أيضا اليورو الوزن الأكبر في مؤشر الدولار الأمريكي استعاد مستويات التعادل مع الدولار خلال الجلسات السابقة، ما هو المتوقع في ظل تحرك متشدد من المركز الأوروبي برفع أسعار الفائدة؟ الآن اليورو يستقر طوال تداولات الأسبوع عند مستويات التعادل مقابل الدولار الأمريكي من جديد، ولكن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع الدولار الأمريكي وليس ارتفاع اليورو. فبالرغم من رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 3 مرات في اجتماعاته السابقة ومرتين متتاليين بواقع 75 نقطة أساس، إلا أن تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد غالبا ما تدعم استمرار تراجع اليورو أو تتسبب في زيادة الضغوطات على اليورو، لان الان منطقه اليورو يعني طبقا لتصريحات اغلب اعضاء البنوك البنك المركزي الاوروبي انه يعاني من ضغوطات قويه، خاصه ان البيانات الاقتصاديه لا تزال توضح انكماش اغلب القطاعات في منطقه اليورو. وطبعا ياتي هذا في الوقت الذي يسرع فيه البنك المركزي الاوروبي وتيره التجديد النقدي، في الوقت الذي تعاني به او يعاني به الاقتصاد منطقه اليورو طبعا من التوترات الجيوسياسيه والحرب ما بين روسيا واوكرانيا وتداعيات هذا الأمر على الاقتصاد الأوروبي باعتبارها كان الشريك التجاري الأساسي مع المنطقة الأوروبية. أيضا علينا الوضع بعين الاعتبار أن البنك المركزي الأوروبي قد لا يجد مفر أمام رفع الفائدة مع استمرار يعني وتيرة ارتفاع الأسعار، وبالتالي الفيدرالي الأمريكي اليوم أو بيانات التضخم اليوم إذا أثبتت أن الفيدرالي الأمريكي ينجح في تقليص وتيرة رفع الفائدة أو ينجح في يعني السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار الآن، فقد يصبح هذا نزيرا على أن أغلب البنوك المركزية قد تبدأ في تقليص وتيرة التجديد النقدي ويدعم نوعا ما الاقتصادات أو خاصة طبعا الاقتصاد الأوروبي. على الجانب الآخر، لو بالفعل أثبت الفيدرالي الأمريكي أنه سيستمر في رفع الفائدة بوتيرة قوية، فسيستمر الضغوطات على المنطقة الأوروبية وطبعا اليورو على أن يعود مجددا دون مستويات التعادل مقابل الدولار الأمريكي. نعم، أيضا الين الياباني أماني بعد وصوله إلى مستويات قياسية من الانخفاض مقابل الدولار، هل سنشهد تدخلات جديدة من المركز الياباني أو تغييرا ربما في السياسة النقدية؟
الآن يعني هناك أكثر من عامل قد يؤثر على الين الياباني الفترة المقبلة. أولا طبعا استمرار بنك اليابان في السياسة النقدية التوسعية، على الرغم من أن أغلب البنوك المركزية تشدد وتيرة التشديد النقدي أو تسرع وتيرة التشديد النقدي ورفع الفائدة في محاولة للسيطرة على الأسعار، كان يعني وضع اليابان ووضع معدل التضخم في اليابان لا يستدعي الاستمرار أو بدء في تغيير السياسة النقدية. وبالتالي البنك اليابان في اجتماعه الماضي أبقى على الفائدة السلبية دون تغيير، وأكد على أن الأوضاع الحالية لا تستدعي يعني تشديد السياسة النقدية، خاصة أن الاقتصاد الياباني لا يزال يعاني من مخاوف انكماش واضح. وبالتالي هذا الأمر طبعا الفائدة السلبية تضغط على تداولات الين الياباني، وهو ما تسبب في انهيار الين طوال الفترة الماضية، طبعا مع ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية ليصل لمستويات 153 ين لكل دولار، وهو ما استدعى بنك اليابان والحكومة للتدخل من جديد والسيطرة على انهيارات الين الياباني. فقام الحكومة بيعني نوعا ما التدخل مرتين خلال الشهر الماضي في محاولة للسيطرة على انهيار الين الياباني ليعود من جديد الآن لمستويات 146 ين لكل دولار. وبالتالي تأكيد بنك اليابان على الاستمرار في تلك السياسة يضغط على الين الياباني، ولكن الآن الفيصل سيكون في تحركات الدولار الأمريكي. فإذا بدأ نوعا ما الفدرالي الأمريكي في تقليص وتيرة رفع الفائدة الفترة المقبلة، فقد يصبح هذا يعني تنفسا أو قد يواجه أو يتسبب هذا الأمر في نوعا ما دعم للين الياباني الفترة المقبلة. على العكس تماما لو عاد الدولار الأمريكي ليرتفع من جديد، فقد لا يجد الحكومة مفر أمام التدخل من جديد للسيطرة على انهيار الين الياباني الفترة المقبلة. أيضا اليوان الصيني هو كذلك يواجه تراجعات بعد بيانات اقتصادية ضعيفة والاحتفاظ بسياسة نقدية متساهلة وعدم رفع أسعار الفائدة. ما المتوقع من البنك أو بنك الشعب الصيني في ظل هذه التغيرات التي يشهدها سعر صرف اليوان أمام الدولار؟ على الرغم من أن بنك الصين الشعبي لا يزال أيضا يستمر في السياسة النقدية التوسعية التي من المفترض أن تدعم الاقتصاد الصيني، ولكن وجدنا أن البيانات الاقتصادية الأخيرة كانت مخيبة للآمال بشكل كبير وتنذر بتراجع الطلب ومخاوف بالفعل ركود اقتصادي محتمل عالمي، حيث أثبتت البيانات في الفترة الأخيرة أن الواردات الصينية تتراجع للمرة الأولى منذ 2020، وهذا يرجع بشكل رئيسي ليس فقط بالنسبة للسياسة النقدية التوسعية التي تتبعها بنك الصين الشعبي، ولكن أيضا لسياسات الحكومة مع الاستمرار الإغلاقات وتبني فكرة صفر كوفيد. وبالتالي استمرار الإغلاقات يتسبب في تراجع الطلب الآن في الوقت الذي يحاول فيه العالم التعافي من أزمة كورونا وعودة الحياة الطبيعية. تصر الصين على الاستمرار في تلك السياسة، وهو ما يتسبب في طبعا تراجع النشاط التجاري والصناعي وتراجع الطلب في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وبالتالي استمرار تلك السياسات بالنسبة للحكومة في الفترة المقبلة قد تضغط طبعا على استمرار تراجع اليوان الصيني، بالأخص مع يعني استمرار بنك الصين الشعبي في تلك السياسات التي تضغط على العملة المحلية. نعم، محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد، شكرا جزيلا لك.